جزاكم الله خير. شيخ هذا السائل يقول رجل نذر على ان يصوم الاثنين والخميس مده اقامته في مكه الا ان هناك اياما يكون فيها مريضا او مسافر فيفطر فيها ماذا يلزمه في هذه الحاله؟ يلزمه الوفاء بنذره الا اذا كان مريضا لا يستطيع الصيام الله جل وعلا لا يكلف نفسا الا وسعها. نعم